بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أنهينا الحلقة الماضية في حديث المؤلف رحمه الله عن مشابهة هذه الأمة للأمم السابقة في الاختلاف في العقائد، وما ذكره الله في قوله تعالى وخذتم كالذي خاضوا، وحديث افتراق الأمة على 73 فرقة كما اختلف من قبلهم على 71 و72، وذكرتم بعض ما حدث الأمم السابقة وأن من اطلع عليها عرف ذلك، وأنه لم يكن لهؤلاء أن يختلفوا لو تمسكوا بما جاء من الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم، وإنما ذكرت حديث ابن عمر لما فيه من ذكر المشابهة. قال: فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: إن أحاديث الافتراق مشهورة ومتعددة الروايات فهي ثابتة، وفي هذا رد على الذين يشككون الآن في حديث افترقت اليهود على إلى قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فيه من ينكر هذا الحديث ويقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه عن جهل. الشيخ رحمه الله يرد على هذا ويقول: الحديث هذا مشهور بطرقه ورواياته، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من حصول الافتراق. ولو فرضنا أن هذا الحديث لم يرد، الواقع يشهد لذلك. نعم، الواقع، هل المسلمين الآن هل هم على طريق واحد؟ كلا، أو على طرق متعددة ومتنوعة وفيها ضلال؟ وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال 73 كلها في النار إلا واحد، يعني 72 في النار، لأنها مخالفة للطريق الصحيح، ليس على الصحيح إلا واحدة فقط وهي التي في الجنة، وهذه الفرق في النار كل بحسب مفارقته. منهم من يكون في النار لأنه كافر إذا كان افتراقه يقتضي الردة، ومنهم من يكون في النار لأنه فاسق إذا كان افتراقه لا يقتضي الردة وإنما يقتضي الفسق. نعم، فيكون في النار على حسب جريمته مثل أصحاب الكبائر، ومنهم من يكون في النار لمعصيته إذا كان الاختلاف ليس لا يصل إلى حد الضلال، فإنه يكون في النار بحسب جريمته، لكنه ليس بكافر ولا يخلد في النار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود. هذا كالحديث الذي قبله، وكما أشار الشيخ رحمه الله في أن هذا الحديث متعدد الروايات، وهو حديث ثابت برواياته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب افترقوا، إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نعم، وهذا كالحديث كالأحاديث التي قبله، وفيه بيان لما أشار إليه الشيخ من تعدد روايات هذا الحديث مما يثبته
عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه، والواقع يشهد لذلك. فإن الأمة الآن متفرقة إلى شيع وأحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون، إلا الذين ثبتوا على الحق وهم أهل السنة والجماعة، ولو كانوا قليلين. أهل السنة والجماعة يكثرون أحيانا ويقلون أحيانا، حتى ربما لا يبقى منهم إلا واحد فهو أهل السنة والجماعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الإسلام أول ما بدأ من واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تبعه الأفراد، ثم تكاثروا حتى صارت الأمة. وسيعود الإسلام غريبا في آخر الزمان لكثرة من يخالفه وقلة من يثبت عليه، حتى ربما لا يثبت عليه إلا الأفراد، ويكونون غرباء في الناس، يكونون غرباء بين الناس. والغريب هو الذي يعيش بين ظهراني غير أهله وغير بلده، هذا هو الغريب. فالمتمسك بالسنة يكون غريبا في آخر الزمان، لأن أكثر الناس على خلافه، وإن كانوا أنهم يدعون الإسلام وأنهم على الإسلام، فتشتد الغربة في آخر الزمان. فهذا فيه أن المسلم يثبت على الحق مهما كلفه الأمر، حتى ولو لم يكن على الحق غيره، فإن الله جل وعلا يقول إنه رفيق للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني وإن خالفك أكثر الناس فلا تستوحش، لأنك مع من؟ النبي والصديق والشهداء. نعم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا تستوحش بل اثبت على الحق. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا، الراوي معاوية رضي الله عنه قال: والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. نعم، بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السبب الذي من أجله تفرق الناس في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. هل السبب خفاء الحق؟ لا والله، الحق واضح. نعم، ولكن السبب اتباع الهوى، فإن كثيرا من الناس لا يريد الحق وإنما يريد هواه، فلذلك تفرقوا بسبب اتباع أهوائهم. ولهذا قال جل وعلا: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالحق واضح، ولم يكن تركهم له عن جهل، فإنما تركوه لأنه يخالف أهواءهم وهم يريدون أهواءهم. والأهواء لا تنتهي، كل له هوى، فلذلك لا يجتمعون، كل يختلف هواه عن هوى غيره. نعم، كل يريد أن يحقق رغبته، فلذلك تفرقوا ولا يرجعون أيضا والعياذ بالله، لأن صاحب الهوى لا يرجع مهما فعلت معه من بيان الأدلة، لا يرجع لأنه لا يريد الأدلة وإنما يريد هواه. هذا هو السبب في التفرق، هو اتباع الأهواء. أما من ترك الحق عن جهل ثم بين له وعاد، فهذا لا يذم بل يمدح. أو تركه عن اجتهاد، ظن أنه على حق واجتهد في طلب الحق ولم يوفق له، لكن لو تبين له الحق لرجع إليه، هذا أيضا لا يذم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا كان الاختلاف ليس عن هوى وإنما هو عن جهل أو عن اجتهاد طلب الحق ولم يصبه، فهذا لا يذم. لكن الذي يذم هو الاختلاف من أجل طلب، من أجل اتباع الهوى. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الهوى مرض كمرض الكلب، والكلب هو الذي المرض الذي ينشأ عن عضة الكلب، عن عضة الكلب، لأن فيه من الكلاب من يصاب بداء
فإذا عض أحدا أصابه هذا الداء وانتقل إليه ثم فتك به إلى أن يموت، يسميه العوام المغلوث. نعم. الغلاث المغلوث، أو يسمونه السعار. فالهواء والعياذ بالله يشبه داء الكلب الذي يصيب الكلاب وتعض الناس تقتلهم أو تمرضهم مرضا شديدا. وهذا فيه التحذير من الهواء. ويتجارى، ما يترك عرق من الجسم لا دخله. فكذلك الهواء والعياذ بالله يتخلل في الإنسان كما يتخلل داء الكلب، وهذا شيء مشاهد. فأصحاب الأهواء تجدهم دائما في صراع وفي عراك فيما بينهم، وإذا بين لهم الحق أبغض ما يسمعون كلمة قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، فإن أبغض ما يسمعون هذا، لأنه يخالف أهواءهم. والله جل وعلا يقول في عباد الأصنام: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا وافق ذلك أهواءهم استبشروا وفرحوا، وإذا خالف أهواءهم اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وهذا مثال لأهل الضلال الآن، فإنهم لا يريدون سماع قال الله وقال رسوله، وإنما يرغبون في قال فلان وفلان من أئمتهم أو قادتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الراوي معاوية رضي الله عنه: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. هذه كلمة عظيمة من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، يقول إن أحق الناس أن يقوم بهذا الدين هم العرب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ولأن القرآن نزل بلغتهم، فهم المكلفون به أولا قبل غيرهم. وهم الشهداء على الأمم يوم القيامة. والله جل وعلا يقول في هذا القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر يعني شرف تذكرون به، ولقومك يعني العرب الذين نزل بلغتهم. أما الأعاجم فإنهم تبع للعرب، الأعاجم تبع للعرب، فإذا ضل العرب وفسد العرب فسدت بقية الأمم، لأن الناس يقلدون هذه الأمة، يقلدون العرب الذين منهم الرسول ونزل القرآن بلغتهم، فهم يقلدونهم دائما وأبدا. فالمسؤولية على العرب لا شك أنها أغلظ من المسؤولية على بقية الأمة، لأن الله خصهم بأن جعل الرسول منهم والقرآن بلغتهم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم مضى المؤلف رحمه الله كما أشرتم يؤكد صحة الحديث، يقول إنه محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن معاوية، ورواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية، ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم. قال: ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي. نعم. المؤلف رحمه الله لكونه متمكنا في علم الحديث رحمه الله، وهو متمكن في كل العلوم تقريبا، ما من علم إلا وهو له باع فيه رحمه الله، فمن ذلك علم الحديث، فهو مبرز في علم الحديث. فهو يقول إن هذا الحديث، حديث افتراق الأمة إلى 73، حديث ثابت متعدد الروايات، ورواه جماعة من الصحابة، وخرجه جماعة كثيرة من الحفاظ، فلا مجال للطعن فيه، وهذا صفعة في وجوه هؤلاء الذين يطعنون في هذا الحديث الآن، يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، لأن هذا الحديث يفضحهم. نعم. وهم يريدون أن يبقوا على ما هم عليه، وأن كل من قال أنا مسلم فإنه من المسلمين، ولو فعل ما فعل من الشرك والكفر والإلحاد يكفي أن يقول أنه مسلم. بل يقولون: من قال لا إله إلا الله، نعم من قال لا إله إلا الله صار مسلما، ولكن إذا صدر منه ما يخالف لا إله إلا الله ارتد عن هذه الكلمة. نعم. فلا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما هي لفظ ومعنى ومقتضى، فلا بد من ذلك. لمن شهد بالحق
وهم يعلمون فلا بد أن يقولها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم والمسلمون ولو خالف من خالف ولو هذا كما قال الشاعر إذا ما الجرح رمى على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. وكون الأمة تبقى على جراحها وعلى فساد الفرق وعلى النحل الباطلة هذا يخرج الأمة عن دينها. إن لم يقم أهل الحق وأهل الاختصاص بدعوة الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى ما كان عليه سلف الأمة فإن هذا سيؤول بهم إلى التفرق والتشتت. ولذلك أعداء الإسلام يشجعون الفرق الآن المنحرفة ويمدونهم بالمال والخبرات والتخطيط ليقضوا بهم على الإسلام الصحيح ويبقى الإسلام المزيف الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة و72 لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبله. نعم، 72 فرقة من هذه الأمة في النار بسبب ماذا؟ لأنهم خاضوا كخوض الذين من قبلهم، خاضوا في دينهم وعقيدتهم. فتجد الآن الناس وكثير من الناس يخوضون في مسائل العقيدة ويشككون فيها ويريدون أن تحل الأهوى محل السنن. هذا من الخوض الباطل والعياذ بالله، وهذا تشبه بمن كان قبلنا. أحسن الله إليكم. قال: ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، وهذا الاختلاف مما نهي عنه في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نعم، الافتراق والاختلاف مذموم على سبيل العموم، لكنه يتفاوت بعضه أشد من بعض. فإذا كان الاختلاف في الدين وفي العقائد فهو أشد، لأنه يؤول إلى الضلال وإلى الكفر وإلى النار في النهاية. أما إذا كان الاختلاف في الدنيا بالنزاع في الخصومات والمشاجرات فهذا أيضا مذموم، والمطلوب الإصلاح، وإذا استدعى الأمر فلا بد من البت في القضية على يد القاضي من كتاب الله وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالاختلاف يشمل الاختلاف في الأموال، ويشمل الاختلاف في العقائد، ويشمل الاختلاف في العبادات، وكله مذموم لا شك، وتجنبه لا شك أنه أسلم وأحوط وأسلم للقلوب واجتماع الكلمة. ولهذا قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ثم أيضا أشار المؤلف رحمه الله إلى أن هذا الاختلاف يؤدي أيضا إلى سفك الدماء. ما يكفي أنه يحدث العداوات والحزازات والتفرق، بل يؤول إلى سفك الدماء واعتداء بعض الفرق على بعض، مع أنهم كلهم يدعون أنهم على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا ورسوله نهي عن سفك الدماء وعن قتل المؤمن بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقد يؤول، فمن مضار الاختلاف أنه قد يؤول إلى سفك الدماء التي حرم الله جل وعلا. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعني وليه سينصره الله عز وجل وسيمكنه من هذا الظالم فيقتص منه ولو على المدى البعيد. صلى الله عليكم. قال: وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه
أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فأراد أن يصلي، فمر على مسجد في طريقه صلى فيه، والصلاة في المسجد أفضل بلا شك، لا لأن هذا المسجد له خاصية كما يظن الخرافيون، وإنما لأنه كان في طريقه وقريبا منه صلى الله عليه وسلم، فصلى فيه ودعا ربه، فهذا فيه أنه يستحب أن يكون الدعاء بعد صلاة، صلى فيه يعني نافلة ثم دعا ربه عز وجل بثلاث. نعم، قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. ألا يهلك أمتي بالسنة يعني بالجدب وانحباس المطر فأعطاه الله عز وجل، لأن الأمة لا ينحبس عنها المطر كلها، وإنما قد ينحبس عن جهة دون جهة. نعم، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. ألا يهلك أمته بالغرق العام كغرق السيول وغرق الأنهار والماء الجارف. نعم، كما أهلك فرعون وأهلك بقوم نوح. نعم، الغرق العام اللي يستأصل الناس، لكن قد يحصل الغرق لبعضهم، قد يحصل لبعضهم أو لبعض القرى أو لبعض البلاد، لكنه لا يعم الناس كلهم. نعم، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. أما هذه فلم يجبه الله عز وجل، وهي ألا يجعل بأس الأمة بينهم، بل إنه سيقع بينهم، كما قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه أشد، يعني لبسهم شيع يعني فرق ويسفك بعضهم دماء بعض، هذه أشد من أن ينزل عليهم عذاب من السماء أو من تحت أرجلهم. نعم، فالله منعه من هذا لأن الله جعل، لأن الله من حكمته أنه يجري الاختلاف بين الناس للامتحان والابتلاء. نعم، وأيضا العقوبات، فإن من العقوبات أن الله يوقع الخلاف بين الناس ثم يتشاجرون ويتقاتلون عقوبة لهم في مخالفتهم للكتاب. نعم، وأما لو تمسكوا بالكتاب والسنة لم يحصل اختلاف ولا قتال، لكن إذا خالفوا الكتاب والسنة عاقبهم الله فجعل بأسهم بينهم. وفي الحديث: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، وهذه عقوبة، والله لا يظلم أحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أيضا في صحيحه، يعني مسلما رحمه الله، روى في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، وهذا حديث عظيم فيه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبار عظيمة، وهو حديث إخباري لكنه نهي في الحقيقة، نهي وتحذير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، يعني قبضها وقارب بين
أقطارها حتى إن رآها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في مرآه صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، رأى من بمشارقها ومن بمغاربها. نعم، هذه واحدة. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وهذه هي الحكمة في كون الله جل وعلا زواله الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، لأن أمته سيبلغ ملكها مشارق الأرض ومغاربها. وقد حصل هذا في جهاد الصحابة رضي الله عنهم لما جاهدوا في عهد الخلفاء الراشدين والذين جاءوا من بعدهم في الدولة الأموية والدولة العباسية، بلغ سلطان هذه الأمة وملكها المشارق والمغارب، ودخل تحتها الدولتان العظيمتان، دولة الفرس ودولة الروم، وسيطر المسلمون على جميع أقطار الأرض. وهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية التي زوى له الله الأرض وأراه مشارقها ومغاربها. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين يعني المراد بالكنزين الأبيض الفضة، وهذا كناية عن ملك الفرس لأن نقودهم من الفضة غالبا. نعم. والأحمر الذهب، وهذا للروم لأن كنوزهم من الذهب في الغالب، فهذا إشارة أو كناية إلى أن الله سيعطي كنوز هؤلاء وممتلكات هاتين الأمتين للمسلمين. وقد حصل هذا، استولى المسلمون على بلادهم وصرفوا هذه الكنوز وهذه الثروات في سبيل الله عز وجل وأنفقوها في سبيل الله، لم يأخذوها لهم. نعم. أحسن الله إليكم. بقي من الحديث ما أشارنا إليه في الحديث الأول، أن لا يهلكهم بسنة ولا بغرق، لكن حتى يكون بأسهم بينهم ندع ذلك إن شاء الله للقائنا القادم لتصرم هذا اللقاء دونه. في نهاية لقائنا نشكر لشيخنا الكريم ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لمستمعين الكرام أيضا متابعتهم واهتمامهم. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.